فيلم فتحية المرسيدس. فيلم دوت على فكرة كان دمه خفيف جدا جدا، وكنت انا ذات نفسي بقف اتفرج على المشاهد انا مش موجودة فيها، من الله يرحمه الدكتور كان قصير قوي كده، وكان مع احمد بدير طويل جدا جدا، فكان يقعد يقول له انا يعني كانت عامل ست وهو قصير وهو طويل جدا، كان بيقعدوا يعملوا مشاهد يعني ارتجالي الاثنين، كانت بتبقى حلوه جدا في فيلم فتحي ومرسيدس. وكانت المفاجاه في الفيلم كمان ان كان في المطرب الجميل حسن الاسمر، وعملت فيه كام رقصه من احلى الرقصات اللي انا عملتها بجد، كان فيه كام اغنيه كده على فليه ذكريات حلوه في الفيلم ده. والفيلم ده قعد حوالي شهرين في السينما، في وقت مثلا يعني كنا متوقعين الفيلم ده خفيف وكده ويعني وهيعدي، لكن كان دمه خفيف فعلا، وفي خفه دم وفي استعراض وفي كوميديا وفي تراجيديا، يعني كان في حاجات كتير قوي حلوه جميله بجد. سيد زيان، شوفي بقى هقول لك، يعني مش سيبك من الموقف اللي على المسرح اللي بيني وبينك، حصل ان احنا رحنا الصعيد اسيوط وكنا بنعمل مسرحيه اسمها واحد ليمون وتاني مجنون، وطلعت انا وسيد زين على المسرح، جمهور الصعيد الجميل يعني بجد جمهور انا ما كنتش متوقع ان هم لسه فاكرين. اول ما طلعت قالوا بيسا بيسا، بصيت كده بيسا دي مسلسل اسمه المال والبنون كان نجح جدا جدا في يعني من 20 سنة تقريبا، يعني من احلى الحاجات اللي معموله في التلفزيون. فين قص؟ راح طلع بقى القص اللي هو سيد زيان، وعملت مشاهد بقى مش المسرحيه باظت يوميها، قعدنا نعمل مشاهد من المسلسل هو اسمه قص وانا بيسا، وقعدنا والله والجمهور كان منشكع، وكل ما نيجي نخش بقى نغير عشان نخش في الموضوع ومحمد نجم جوه بقى عايز يخش يعمل، يعني مش معقول المسرحيه تبقى المال والبنون. فطبعا كان يوم جميل من مشاهد وفي مشهد تاني كان بيني وبين بقى سيد زين. كنا بنعمل مسرحيه ومش عارفه ايه، وكنت لابسه فستان بحمالات، كل يوم الرقابه تيجي تقول لك بحمالات، طب حمالات مفيش حاجه بقى يعني انا رفيعه جدا فمفيهوش حاجه يعني مش عريقي بس هو بحمالات، فبقول للرقابه مفيهوش حاجه الفستان ومفيش حاجه، قال لي بس بيعلق عليه سيد زيان يعني بيقول لك ايه فتله ومش عارفه ايه شايل ليبتون حاجه كده يعني بيعمل ستريس، فقلت له طب قول له بقى هو قال لي لو قال لي تاني هعمل فيك شكوى، فكل يوم اقول له سيد يا سيد يا سيد والنبي بلاش تعلق وتقول الشايب وفتله وشايل ليبتون وبتاع الحمالات حاجه كده، مش فاكره ايه الافيه كان ايه هو بيقول بصراحه مش فاكره دلوقتي. فبعدين سيد زيان يعني الافيه بياخده يقولوا كل يوم يجي اتخانق، فجيت اتخانقت مع عمر رحت مغيره الفستان لبست فستان تاني فاتخانق بقى، بعد هو بص كده هو بيقول الافيه وانا كنت لابسه مش بفتله ولا حاجه فعشان يبطل اعمله ايه مش عايز يبطل، فطبعا قمت لبست فستان تاني وهو زعل بقى ودخل زعل مني. كانت واحد ليمون والتاني مجنون، هي المسرحيه دي، هي دي الوحيده اللي اشتغلتها معاه على فكره، فاتخانق بقى معايا وزعل مني وكان اكشن وبتاع وكده، وقلت له طيب انا هعمل ايه، طب هو كل يوم بتاع رقابه يجي يقول لي الفستان ابو حمالات، اقول له حمالات ما فيهوش اي حاجه يعني حمالات فيها ولكن هي 55 كيلو يعني ما فيهاش حاجه، فهو بيقول لي السيد زين بيعلق بيقول لك الشايف ابو فتله ومش حاجات كده يعني، بس وتصالحنا بقى بعد كده مفيش مشكله. اول مره اقف قدام كاميرا كان عمري تقريبا 14 او 15 او تقريبا 14 كمان، كنت لسه في مدرسة اشبال الفرقة القومية لسه ما طلعتش الفرقة الكبيرة يعني مدرسة صغيرة، وكنت خلصت التمرين وبعدين كده نازلة من الأوضة بتاعت التغيير وعايزة اشوف الفرقة الكبيرة، عايزة كده اختلس نظرة كده اتفرج، كان ايامها مشيرة اسماعيل موجودة في الفرقة الكبيرة وكان جلال عيسى وسيف عبد الرحمن، فانا جاي بقى بخش بقى على مسرح البالون كده ببص كده عشان عايزه اشوفهم، لقيت في واحد بقى جه مسكني كده من ظهري كده كان استاذ يوسف شاهين، طبعا كنت صغيره ما اعرفش من هو يوسف شاهين يعني ما اعرفش يعني العمالقه دول، المهم جه
وكان معاه جلال عيسى وسيف عبد الرحمن. فقال له انا عايز البنت دي تعمل فيلم ديكومنتري في مديريه التحرير اسمه سلوى ديكومنتري. ورحت بقى مديريه التحرير وقعدت اصور وبتاع وكده. استاذ يوسف شاهين حط الكاميرا كده قدامي زي ما الكاميرا كده محطوطه، وقال لي كل ما اقول لك حاجه تردي عليا، تردي عليا بس يعني من غير ما تتكلمي، يعني تحبي المحشي، تحبي الملوخيه، تحبي الفاكهه. فطبعا كان بيقول لي حاجات عشان اعمل رياكشنات بوشي، فبقيت اقول له قال بتحبي كذا اروح عامله كده، قال لي لا 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 انا مش عايز اي تجاعيد لو في وشك ولا تعملي كده ولا كده خالص، انا عايز عينيكي لو حاجه بسطاكي عينيكي تضحك عينيكي. فطبعا ساعتها كنت صغيره جدا، بس الجملتين دول فضلوا معايا، لان بعد الفيلم دوت الدوكيومنتري قعدت يجي حوالي 4 سنين قبل ما رجعت امثل في مسلسل مارد الجبل اخراج المخرج العظيم استاذ نور الدمرداش الله يرحمه. فتعلمت منه بقى ان الرياكشنات الفن والتمثيل بالذات بتبقى العينين هي اللي تعبر، هي اللي تضحك يعني من جوه. ما انت لما تكوني في اي رياكشن من جوه بتعمليه بصدق وحقيقي بيبان في عينيكي بجد، لكن لما تيجي تفتعلي الزعل وكده يعني بيبقى فيه حاجات في وشك ما بتبقاش حلوه. يعني فيلم فتحيه المرسيدس، فيلم دوت على فكره كان دمه خفيف جدا جدا، وكنت انا ذات نفسي بقف اتفرج على المشاهد انا مش موجوده فيها من الله يرحمه الدكتور كان قصير قوي كده، وكان مع احمد بدير طويل جدا جدا، فكانوا يقعد يقول له انا يعني كانت عامل ست وهو قصير وهو طويل جدا، كان بيقعدوا يعملوا مشاهد يعني ارتجالي الاثنين، كانت بتبقى حلوه جدا في فيلم فتحيه المرسيدس. وكانت المفاجاه في الفيلم كمان ان كان في المطرب الجميل حسن الاسمر، وعملت فيه كام رقصة من أحلى الرقصات اللي أنا عملتها بجد، كان فيه كام أغنية كده على فليا ذكريات حلوة في الفيلم ده. والفيلم ده قعد حوالي 2 شهر في السينما في وقت مثلا يعني كنا متوقعين الفيلم ده خفيف وكده ويعني وهيعدي، لكن كان دمه خفيف فعلا، وفي خفة دم وفي استعراض وفي كوميديا وفي تراجيدي، يعني كان في حاجات كتير قوي حلوة جميلة بجد. سيد زيان شوفي بقى هقول لك، يعني مش سيبك من الموقف اللي على المسرح اللي بيني وبينك، حصل ان احنا رحنا الصعيد اسيوط وكنا بنعمل مسرحيه اسمها واحد ليمون وتاني مجنون، وطلعت انا وسيد زين على المسرح. جمهور الصعيد الجميل يعني بجد جمهور انا ما كنتش متوقع ان هم لسه فاكرين. اول ما طلعت قالوا بيسا بيسا، بصيت كده بيسا دي مسلسل اسمه المال والبنون كان نجح جدا جدا في يعني من 20 سنة تقريبا، يعني من احلى الحاجات اللي معموله في التلفزيون. فين قص؟ راح طلع بقى القص اللي هو سيد زيان، وعملت مشاهد بقى مش المسرحيه باظت يوميها، قعدنا نعمل مشاهد من المسلسل هو اسمه قص وانا بيسا، وقعدنا والله والجمهور كان منشكع، وكل ما نيجي نخش بقى نغير عشان نخش في الموضوع ومحمد نجم جوه بقى عايز يخش يعمل، يعني مش معقول المسرحيه تبقى المال والبنون. فطبعا كان يوم جميل من مشاهد وفي مشهد تاني كان بيني وبين بقى سيد زين. كنا بنعمل مسرحيه ومش عارفه ايه، وكنت لابسه فستان بحمالات، كل يوم الرقابه تيجي تقول لك بحمالات، طب حمالات مفيش حاجه بقى يعني انا رفيعه جدا فما فيهوش حاجه يعني مش عريقي بس هو بحمالات، فبقول للرقابه ما فيهوش حاجه الفستان ومفيش، قال لي بس بيعلق عليه سيد زيان يعني بيقول لك ايه فتله ومش عارفه ايه شايلبته حاجه كده يعني بيعمل ستريس. فقلت له طب قول له بقى، هو قال لي لو قال لي تاني هعمل فيه شكوى. فكل يوم اقول له سيد يا سيد يا سيد والنبي بلاش تعلق وتقول الشايب وفتله وشاي ليبتون وبتاع الحمالات حاجه كده، مش فاكره ايه الافيه كان ايه هو بيقول بصراحه مش فاكره دلوقتي. فبعدين سيد زيان يعني الافيه بياخده ويقوله كل يوم، فجاه اتخانقت مع عمر رحت مغيره الفستان لبست فستان تاني، ف
فاتخانق بقى بعد هو بص كده هو بيقول الافيه، ما انا كنت لابسه مش بفتله ولا حاجه فعشان يبطل اعمله ايه مش عايز يبطل. فطبعا قمت لبست فستاني تاني، هو زعل بقى ودخل زعل مني. كانت واحد لمون والتاني مجنون، هي المسرحيه دي، هي دي الوحيده اشتغلتها معاه على فكره. فاتخانق بقى معايا وزعل مني وكان اكشن وبتاع وكده، وقلت له طيب انا هعمل ايه؟ طب هو كل يوم بتاع رقابه يجي يقول لي الفستان ابو حمالات، اقول له حمالات ما فيهوش اي حاجه يعني، حمالات فيها ولكن هي 55 كيلو يعني ما فيهاش حاجه. فهو بيقول لي السيد زين بيعلق ويقول لك الشايف او فتله ومش حاجات كده يعني، بس وتصالحنا بقى بعد كده مفيش مشكله.